بنزين بالرصاص هو مسرطن دونك الكوز دو دو كونسير للناس اللي يخدموا به، هو مضر بزاف للبيئه. وزيد ثاني يعني اغلب البلدان في العالم ما يستعملوش، معناتها بالك تبي بلد ولا اثنين اللي يستعملوا الرصاص، الناس ما تستعملش الرصاص خلاص. دونك ان شاء الله ابارتير دو 1 جويي في لي ستاسيون ديسونس ما نصيبوش الرصاص، يكون غير البيدون رصاص. 3.8 مليون طن استهلاك في السنه تاع البنزين، 3.8 مليون طن. الطاقه الانتاجيه تاع سوناتراك هي 4.8 طن. دونك يعني الطاقه تاع الانتاج تلبي طلب الاستهلاك. يبقى دوك البري، يبقى السعر. اليوم نعرفوا باللي البنزين بدون رصاص راه يتباع ارخص من البنزين ممتاز بالرصاص. دونك البري ما غاديش يكون سوبيريور على واش راه دروكا. دوك ما من الناس اللي كانت تدير سوبر راح تخلص قل من التكلفه اللي راهي اليوم.